بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. طلابنا الأعزاء، المحاضرة الرابعة من محاضرات التشريح العملي هي تكملة للمحاضرة الثالثة اللي كان بها المسكولوسكليتال سيستم بدايته. فبدايته كانت عن السكليتال سيستم، وبالتحديد أخذنا إحنا قسمنا بالبداية إلى أكسيال وأبنديكولار. فبدينا بالأكسيال وخلصنا به هواي فقرات، بقت فقط الأضلاع أو الثوراسيك كيج بشكل عام، القفص الصدري. الثوراسيك كيج ايش يشمل؟ يشمل الريبس، الاسترنم، وبيناتهم هذا الكارتليج او كوستال كارتليج. الريبس عبارة عن ثلاث مجموعات تتسمى حسب ارتباطها بالاسترنم. اول سبع ريبس او pairs of ribs directly attached، متصلة مباشرة، فتتسمى true ribs، هي اللي تكون القفص الصدري بالاصل. ثم عندنا three pairs connected by the cartilage to the cartilage of the seventh rib. فذن يكون an indirect attachment فيسموهن false ribs. وأخير pair، أخير two pairs اللي هن the floating ribs أو الطائفة أو السائبة، ذني no anterior attachment أو no costal cartilage. هذان الأنواع مطلوبة للحفظ. عندنا الريب كيج أو الطرف الجزء الثاني من عنده هو الاسترنم. الاسترنم فالتركيب مهم جدا في مقدمة الصدر، من أهميته أنه دائما يستخدم كلاند مارك، علامة دالة بالتشريح الظاهري أو حتى يدلون مناطق الجسم أو أعضاء الجسم. فبي هو ثلاث أجزاء رئيسية، أولهم هو المانوبريوم، المانوبريوم استرناي أو المانوبريوم بشكل عام، هذا اللي أشبه بالدرع. هذا هو بالأعلى، ممكن تتحسسوا أنتوا في أسفل الرقبة. البودي أوف استرنام بالوسط، هو اللي يكون اتاتشمنت مال الريبس أكثرهن، واضح هو فلات بون. إحنا أخذنا الاسترنام كله كفلات بون. زيفويد بروسس هو الزائد الطرفية اللي بالأسفل، هذا أيضا يستخدم كلاند مارك، دالة علامة دالة. الاسترنم قلنا هو من الفلات بونز. اكو فد منطقة مهمة بيه، تكون منطقة التقاء المانوبريوم بال استرنم، يعني هذه المنطقة بالوسط ما بين المانوبريوم والاسترنم، هاي تكون بارزة. لما تتحسسوها هسه من تنزلون من اسفل الرقبة، تنزلون شوية تلقون بروز بسيط، هذا يسموه انجل اوف لويس. هذا يستخدموه حتى يندلون مناطق معينة بالصدر، من ضمنها القلب، من ضمنها يعني أضلاع، تعداد الأضلاع، فيعتمدون على هذه المنطقة المهمة جدا، اسمها Angle of Lewis، ضروري 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 جدا تعرفوها. وهكذا بقية الأمور، لازم تعرفون الأجزاء مالته لكن بلا تفاصيل، فقط Manubrium, External Angle, External و Xiphoid Process مثل ما تقولون بالقائمة. خلص الأكسير سكيلتون، نبدي بالأبنديكولار سكيلتون. يشمل الليمبس والجيردلز، الأحزمة، حزام الكتف وحزام الحوض. فالأبر ليمب يشمل الأبر أو الشولدر جيردل اللي يشمل الكلافيكل، هاي عظمة الترقوة، كلافيكل بون، والسكابيولا لوح الكتف. بعدها ذنيت مفصلا ويا الهيومرس اللي هو هذا اللونج بون، حتى يكون الشولدر جوينت. وبالأسفل عندنا الأولنا والرايديوس. ذني هن أهمية كبيرة حتى تحدد المواقع، وضروري أن تعرف اتجاهاتهم. فالأولنا لازم تعرف أنه هي بالميديال سايد، والرايديوس باللاترال سايد، وعلى أساس راح تعرف أنه الرايديال آرتري باللاترال سايد وياها، والميديال والألنر آرتري مثلا والألنر نيرف يمشي على الميديال سايد. وراح عندنا الهاند ماسلز اللي تشمل الكاربلز والميتاكاربلز والفالنجز. هذه سلايد اخر لكم. الكلافيكل راح ناخذ هنا عظمه عظمه، هاي الكلافيكل مثل ما تشوفوا موقعها صايره بين السكابيولا وبين الهيومرس والشولدر جوينت والاسترنم. السكابيولا هي هذا وضعها، هذا شكلها، هي فلات بون ايضا. الهيومرس هذا شكله حتى تميزوا عن الفيمر اللي هو عظم الفخذ، تشوفون انه ما عنده ذاك العنق الممدود، هذا شكله ايضا،
خلوا ببالكم. هنا الراديوس والألنا ميزتهن إنهن تقريبا متقاربات بالحجم، وحدة مفصل بالأعلى وحدة مفصل بالأسفل أكثر شيء، وكو بيانات المفصل ملتحم غير قابل للحركة، لكن مهم أن تعرفون إنه هذه ألنا وهذه راديوس. الهاند سكيليتون مجرد تعداد العظام اللي بيها، الكاربالز اللي هن عظام الرسغ، الميتا كاربالز اللي هن احنا طبعا السلايد يعني تقريبا كله مطلوب مرة واحدة، مثلا هذا الكاربالز هنا كاربالز، بعد الميتا كاربالز اكيد ما راح اسألك هذا يا ميتا كاربال، لازم انت تعرف ان هذني كلهم ميتا كاربالز بالنسبة لي. والفالنجز تشمل عندنا بروكسيمال، تشوفون هذا بالاخضر اللي هنا اقرب للاصل، مثل ما تتذكرون المصطلحات البروكسيمال والديستال، وديستال فالنجز اللي هنا ابعد، وما بيناتهم هذني بالازرق تشوفوهن ذني ميدل فالنجز موجودات بالأصابع الأربعة اللي بيهن ثلاث سلاميات، فالنجز يعني سلاميات، فهذين اللي بيهن ثلاثة بيهن ميدل فالنجز. اللور لمب سكيلتون كذلك مثل حالة الأبر لمب، بي جيردل اللي هو حزام الحوض اللي يشمل الهيب بون أو هيب بونز، لأنه هن ثلاث عظام ملتحمة، والساكرام والكوكسيكس اللي أخذناهن بالفيرتبرال كولوم، وأيضا عظام الطرف السفلي اللي هن تبدي من الفيمار إلى الفالنجز. الهيب بون هذا وضعه، ثلاث عظام ملتحمة بالوسط، كارتلج ثلاثي تراي راديات كارتلج، ما مطلوب منكم ولا أسماء ذن العظام الثلاثة، مجرد أن تعرفون البيوبس هو العظم العاني، الإسكيوم هو عظم المقعد، والإليام هو هذا الأشبه بالجناح، فمجرد أن تشوف هنا الاطلاع بس تعرف أيضا أنه هذا ثلاث بارتس بالهيب بون. فيمر هذا وضعه، هذا شكله وهذا العنق مالته، النك النك اللي يميزه عن الهيومرس. فاتيلا تتذكرون اخذنا بالسيسمويد بون او انواع البونز بشكل عام، من ضمنها السيسمويد بون اللي هو العظم المغمور بالتندن المغطى بالتندن، فهذا العظم بالضبط هو عظم مغطى بتندن واللي هو تندن الكوادريسبس اللي راح ناخذها بعد شويه، عضله كبيره مقدمه الفخذ ويكون امام الانتيرير تو ذا ني جوينت، هذا الباتيلا حافظ على الاستابيليتي وكذا وبي سيرفيسز، بس ما مطلوبة تفاصيله، مجرد ان تعرف ان هذا الباتيلا اللي باسمها بالعربي صابونة. تيبيا والفيبيولا ان عظمين ما متساويات بالحجم، ذن يصيران بالساق، تشوفون واحد اكبر لان هو اللي يسند الجسم كله، هذا التيبيا اللي يصير على الميديال سايد كأنما الألنا هي على الميديال سايد، والفيبيولا هي الشعاع يمكن اسمها او الشظية صايرة على اللاترال سايد، وهي في الموضع شائع للكسور، مهم أن تعرفون أسمائهن. الفوت هي مثل ما بالهاند بس بدل ما كاربالز هنا يسموهن تارسلز، فعندنا الـ 7 تارسلز مو هناك 8، فـ 7 تارسلز وخمسة ميتا تارسلز مثل ذنيج، وهنا الديجيتس أو الفالنجز توز الأصابع بيهن أيضا نفس العدد من الفالنجز، وأكو بيهن بروكسيمال وميدل وديستال. كل هذين المطلوبات موجودات بالقائمة مالتكم صفحة واحدة فقط أو أقل. الجوينتس أنواعهن خلصنا هسه البونز عددناهن تقريبا كلهن اللي مطلوبة منكم، نبدي بالجوينتس تايبس أنواع الجوينتس، إحنا مرينا عليها مرور سريع قبل فهسه نمر عليها أيضا إضافة. فايبروس جوينت أخذناه وأخذنا السوتشر كمثال إله، هذا فقط هو المطلوب. السوتشرز من العظام الملتحمة أو الترابطات او المفاصل ما بين العظام مال الجمجمه، هي مفاصل غير متحركه فايبروس ليفيه. في المقابل اكو كارتيليجينوس جوينتس اللي هن المفاصل الغضروفيه او اللي بيها شويه نسبه من المرونه، فهذه تكون بيها حركه مثل البيوبيك سيمفيسز هذا الملتحم مال العانه، ومثل الانترفيرتبرال ديسك او الانترفيرتبرال جوينت مفصل ما بين الفقرات، وعندنا الريبس الكوستال جوينتس او الكوستال كارتليج، ذن المفاصل ما بين الريبس والسترنم هي نوع الكارتليجينوس جوينتس، هذا ني الغضاريف مالتها ما بين الاضلاع وبين السترنم. هذا سلايد اخر ينطي امثله اخرى ما مطلوبه عندكم، اهم شيء ذن ثلاث امثله. اخر نوع من الجوينتس هو الساينوفيال جوينتس، وتتذكرون هو اكثر نوع بحركه لان بيه فراغ ما بين الطرفين مالته، سبيس ما
مملوء بسائل زجاجي يسموه ساينوفيوم. هاي الساينوفيال جوينتس أسماءها مطلوبة كلها، اللي هنا أنا معددها الشولدر جوينتس، الالبو جوينتس، الهيب جوينت أو الفخذ، هذا ما مطلوب الفينجر أصبع يعني، الهاند بدالة المفروض ريست جوينت أو الرسغ، ريست و دبليو آر آي إس تي تلقوه بالقائمة، الني جوينت هو الركبة، الأنكل جوينت هو الكاحل، وشكرا. هذا هو كل المفاصل، بس ها هذا أهم واحد بهن، يعني ذني كلهن مجرد تكرار وتعداد معاد قبل ويتكرر بعدين، بس هنا هذا مهم جدا وحيوي ولازم تعرفوه للمستقبل إن شاء الله، اللي هو أتلانتو أكسيال جوينت، اللي يشمل فقرتين C1 C2 فيرتبري من السيرفايكال فيرتبرا. فأول فقرتين هنا يكون بيناتهن تمفصل يسموه بيفوتال، أو شي يسموه يعني عتلة أشبه بالعتلة، ما مطلوب، مجرد أن تعرفون أنه هذا أتلانتو أكسيال قابل للحركة باتجاهات دورانية وفلكشن وإكستنشن، وهو حيوي جدا، الإصابات مالته قاتلة ومطلوب منكم. هسه خلص السكيليتال سيستم، نبدي بالمسكولر سيستم باختصار لأن التكملة مالته بالمحاضرة القادمة إن شاء الله. فالمسكولر سيستم أخذناه كأنواع ثلاثة، هسه راح ناخذ السكيليتال مصل بالتحديد، الكاردياك ويا الكارديو فاسكولار، والسموث مصل ويا الجي اي تي وغيره. مهم ان تعرفوا المسكولر سيستم مقدمات او عضلات مختصرة عنه، لان هو هواي كلش هواي طبعا. فراح ناخذ بالابر ليمب وباللور ليمب حاليا فقط. الابر ليمب هم كذلك عضلات كثيرة، راح ناخذ من عندهم خمسة فقط تقريبا، الدلتويد اللي هي مثلث اللي ما فوق الكتف، الترايسبس اللي هي ثلاثية الرأس بالبوستيريور اسبكت مال الذراع، البايسبس هي ثنائية الرأس اللي تكون بالانتيريور اسبكت او بالانتيريور سيرفيس او بالانتيريور سايد، الفلكسرز هن اللي يطبقن او يثنن الايد والاصابع فيسموهن فلكسرز من فلكشن، الاكستنسرز هن اللي يثنن اللي يمدن العفو او يبسطن الايد ويمدنها باتجاه عكس اتجاه المفصل مالتها فيزيدن الانجل مالت المفصل فيسموهن اكستنسرز من اكستنشن. الفلكسرز هنا صايرات بالانتيريور سيرفيس مثل ما تشوفون، وبيهن سوبرفيشال وبيهن ديب وبيهن بروكسيمال وبيهن ديستال. المطلوب منكم انه تعرفون ذني كلهن فلكسر مسلز ثانيات اوف ذا فور ارم اللي هن انتيريور، والاكستنسر مسلز اوف ذا فور ارم هن بوستيريور. تشوفون كانما احنا هسه نشوف واحد بالوضع التشريحي بس من الخلف، الثامب صاير على اللاترال سايد، والاكستنسر مسلز صايرات بالبوستيريور، الثامب هو الاصبع الكبير بالمناسبه. اللور ليمب مسلز مطلوب منكم كم وحده بسيطات، اول وحده هي اللي الحوضيه الخلفيه او الجلوتياس مسل، جلوتياس مسلز اكثر من مسل هنا ثلاث مسلز، انا يكون هنا اطلب هنا باسم جلوتيال مسلز. فهذين الجلوتيال مسلز لهن اهميه سريريه من خلال حقن الابره كمثال، فعملية حقن الابره تشوفون انه يتم هذا للاطلاع، هذا المثال يتم تقسيم المنطقه الى اربع ارباع عن طريق خطين كذلك مثل ما سوينا بالبطن. فالعضل المربع عن الفوق upper جوه lower، على اليمنى او اللي على الميديال ميديال، واللي على اللاترال لاترال. فهن upper lateral هذا اللي نهتم به، هو مكان injection مال الابره اي ام intramuscular الابره العضليه، ونكون بها بعيدين عن الشياتك نيرف او العصب النسوي او النسائي حتى لا يتضرر هذا العصب. فهذه هي عمليه الانجكشن. كوادريسبس حكينا منها قبل شوية انه هي اللي بيها تندن كبير قدام الركبة تنغمر بيه او تتغطى بيه الباتلا عظمة الصابونة، وهي عبارة عن كوادريسبس يعني رباعية الرؤوس، فهي اربع عضلات تتجمع بتندن واحد. جاستروكنيموس هي العضلة مال الكرشة مال القدم مثل ما يسموها، او الكالف مصل، فمجرد ان تطلعون عليها تعرفوها همين للفائدة أعطيتها، وشكرا جزيلا.
أرجع أأكد إنه المحاضرة أصلها بالقائمة مع المفردات، ومن هذه القائمة تنطلق حتى تفتهم هذه المفردات بأي وسيلة وبأي مصدر كان. أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله الأسئلة مالتها سهلة بالامتحان. يبقى لنا المحاضرة اللي بعدها أكثر أهمية بكثير، راح ناخذ بيها المسلز، من ضمنها اللارنجيال مسلز اللي هن عضلات الحنجرة أو صندوق الصوت مثل ما يسموها، فراح ناخذها بفت تفصيل معين ما محدد لحد الآن، وإن شاء الله بوقتها حتى نشرح على هذا الأناتوميكال 3D موديل. شكرا جزيلا وبالتوفيق إن شاء الله.